تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة. توج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الفارس جواكين ستريتلينغ من الصبلات العين بدولة الإمارات العربية المتحدة بطلا لسباق كأس جلالة الملك المفدى للصبلات الخليجية ضمن مهرجان جلالته بدعم من مجموعة جي اف اتش في قرية البحرين الدولية للقدرة. كما توج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة الفارس فهد هلال الخاطري من الصبلات الرفاع بالمركز الثاني، فيما حاز على المركز الثالث الفارس خليفة جمال من الصبلات المغيرات. وبهذه المناسبة عرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن ارتياحه بالمستويات المميزة التي شهدها السباق، موضحا أن سباق للصبلات الخليجية أصبح ذو طابع خاص لدى الصبلات الخليجية في ظل القوة الكبيرة والمنافسة القوية التي يشهدها السباق، مشيرا سموه إلى أن فوز الفارس جواكين بالمركز الأول جاء بكل جدارة واستحقاق بعد المنافسة الثلاثية المثيرة التي شهدها السباق. وقال سموه إن المستويات الفنية الكبيرة التي شهدها السباق يؤكد المكانة المتميزة لرياضة القدرة في الوطن العربي، حيث أن مهرجان جلالة الملك المفدى للقدرة دائما ما تكون سباقاته مميزة ومثيرة ويعكس الصورة المتطورة لهذه الرياضة في المملكة. وهنا سموها الفرسان الفائزين بالمركز الأول في سباق للصبلات الخليجية. وعن سباق الفرسان الناشئين والشباب أكد سموه أن التوقعات تشير إلى منافسة مفتوحة بين كافة الفرسان والصبلات المشاركين. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن فريق فيكتوريوس سيشارك بعناصر مميزة في السباق. من جانبه أشاد سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بالدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لسباقات القدرة، مشيرا إلى أن حضور سموه ومتابعته لكافة مراحل السباق يؤكد حرص سموه على مواصلة الدعم وتحقيق كامل النجاحات لكافة البطولات التي ينظمها الاتحاد. وأعرب سموه عن بلغ سعادته بنجاح كأس جلالة الملك المفدى للصبلات الخليجية للقدرة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعطي الجميع حافزا كبيرا لمواصلة العمل من أجل إنجاح المهرجان الذي يحمل اسم جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.